صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبيه محمد صفوة المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم مشاهدينا، نسعد بلقائكم أحبتنا في هذا الفضاء الطيب وبرنامج سلام عليكم، أنا والفريق العامل معنا في هذه الصبيحة الطيبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمتكم بما يحب ويرضى، أمين يا رب العالمين. ومن خلال برنامج سلام عليكم وفقراتنا المتنوعة وضيوفنا ونصائح التي يقدمونها، نسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا في هذه الصبيحة. نسأل الله تعالى أن تكونوا أتلقوا ما يهمكم في رحاب برنامج سلام عليكم. إذن هو صباح طيب، نتمنى أن يكون مفعما بالحيوية والنشاط. أنتم على المباشر، ابقوا معنا. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، يحمل هذا القرآن من البيان والبلاغة والسحر والمواعظ والزواجر وفرقانا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي هذه الأيام المباركات عرف عن الصالحين أنهم كانوا ينكبون على مصاحفهم ويراجعون أورادهم ووردهم من القرآن الكريم ويحفظونه في صدورهم ليستعدوا لشهر رمضان. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم نور قلوبنا بذكرك واشرح صدورنا، آمين يا رب العالمين. أنتم على المباشر وبرنامج سلام عليكم، منبر الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ومنبر كل الخيرات التي نحاول من خلال هذا البرنامج إبرازها وإبراز دور الجمعيات في خدمة الآخرين. وفعل الخيرات لا يكون إلا بإصلاح القلوب، ركن شفاء الروح بعد قليل. عليكم، عليكم سلام. مرحبا بأستاذنا الفاضل عبد النور بهياني، السلام عليكم، كيف حالك سيدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ دلال. مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الله أن يكون الجميع بخير وعافية. آمين يا رب العالمين. وعندما نكون بخير يتعين على قلوبنا أن تكون صالحة طيبة، وهنا منبر لأن نبرز أهمية إصلاح القلوب خاصة في هذه الأيام، أليس كذلك؟ نعم، وهو كذلك أستاذ دلال. عندما نتحدث عن صلاح القلوب فإننا نعود قليلا إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن نعيش هذه الأيام أجواء
شهر شعبان، هذا الشهر الذي قال عليه الصلاة والسلام شهر يغفل عنه الناس وهو بين رجب ورمضان، وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام ويقول شهر تعرض فيه الأعمال، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالصيام الذي نبتغيه والصيام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو ذاك الصيام الذي يصوم فيه الإنسان عن الغيبة، عن النميمة، عن كل الأشياء التي تقدح في الإيمان. دائما لا يصلح الصيام ولا تصلح أي عبادة ما لم يكن القلب صالحا، ما لم يكن هذا الوعاء الذي إذا صلح صلح جميع الجسد، وإذا فسد فسد جميع الجسد. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم عن أجواء يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي يخلو من العجب، الذي يخلو من الغرور، هو الذي يخلو من الحقد، هو الذي يخلو من الحسد، هو الذي يخلو من الغيبة والنميمة، هو الذي يخلق من الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها. لذلك نجد الإمام الشافعي رحمة الله عليه عنده أحد الأبيات رائعة يشخص فيها قلبه أو يصف ما في قلبه، يقول: قلبي بذكرك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت في نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، لقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي بفعلي مسي، فمن علي بذكر الصالحين وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي، أو كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو يصف هذا العلاج الخاص بالقلب. لأن هذه القلوب هي أو هذه المضغة التي هي في أجسادنا لا تصلح إلا بالقرآن الكريم أو بمنهج القرآن الكريم وبما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نتنافس أو لعلنا جميعا نتنافس في مرات عديدة عن أعمال ظاهرة وأعمال ربما حتى باطنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتبقى النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. نتنافس في شهر الصيام، نتنافس في التراويح، نتنافس في العمر، نتنافس في فعل الخير، يتنافس إخواننا كذلك هذه الأيام في قفة الصائم وغيرها من العبادات والطاعات التي يحاول كل مؤمن أن تكون له فيها بصمة ويكون له فيها سهم. لكن المؤمن الذي نحتاجه والمؤمن الذي يحتاج إليه هو المؤمن الذي يعني يتطابق مظهره مع جوهره. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لأنه دائما كان هناك صورة داخلية لا يعلمها إلا الله، وهناك صورة ظاهرة يراها الناس وقد يحكمون عليها بالسلب وقد يحكمون عليها بالإجابة. فقط أنا لإخواني دائما أقول: قضية النيات دعوها لله جل وعلا، فوحده من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الذي نحكم على الظاهر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فالذي نراه يرتاد المسجد لابد أن يشهد له بالإيمان ويشهد له بالطاعة، وهذا الإيمان وهذا يعني الذهاب إلى المسجد آناء الليل وأطراف النهار لابد أن يكون فيه أثر على هذا المصلي. صح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان الذي يرتاد المسجد لابد أن يتعلم كل الأشياء التي بها تصلح صلاته، وكذلك تصلح كل أعماله، لأن الناس يرونه ذلك العبد الصالح، ذاك العبد المطيع، ذاك الذي هو دائما في قربة لله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو دائما مع الجماعة. لأنه في المسجد لما تروح ماكش راح تصلي وحدك، راح تصلي مع الجماعة في الصف، راح تتوضى معهم، راح تجلس معهم، راح تخرج معهم، راح تستمع معهم كذلك إلى الإمام، راح تنتظر معهم في الصلاة. لذلك صلاح القلب شيء مهم في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم، وهذه الآيات يحفظها الكثيرون ويسمعها الكثيرون خصوصا، وهي من قصار الصور: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس التي بين جوانحنا يزكيها المؤمن بالطاعات، يزكيها بالقربات لله سبحانه وتبارك وتعالى، يزكيها كذلك بتصفية القلب. ربما القلب هذا تكون فيه شوية ضغائن
وفينا صح. جميعا ما كاش فينا اللي ما هوش معصوم كلنا عندنا حظ النفس وإلى غيرها من الأمور. لكن عندما يأتينا شعبان وعندما يأتينا شهر رمضان من المفروض لابد أن نراجع أنفسنا، لأنه دائما نحن نود أن نرتقي بصيامنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له يقول الصوم والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الأكل والشرب في النهار فشفعني فيه، ويقول القيام اللي هو قراءة القرآن منعته النوم فشفعني فيه. لا شك أن الصيام الذي يشفع والقرآن الذي يشفع هو الذي يكون خالصا لله جل وعلا. الصيام لابد أن يبتعد فيه المؤمن أو يبتعد فيه الصائم على كل الشوائب التي قد تقدح في الصيام من غيبة من نميمة من شهادة زور، إذا كان يبيع ويشري لابد أن لا يطفف في الميزان، إذا كان هناك من يجد من يشاحنه لابد أن يصبر ويتذكر بأن علاج لما ربما إنسان سبك أو شتمك تقول اللهم إني امرؤ صائم، عندما يعني ربما إنسان يغضبك لا تغضب، حتى ذاك الرجل لجال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال له الأولى لا تغضب، قال له زدني لا تغضب، وثلاثة لا تغضب. فالإنسان عندما يغضب من المفروض تكون غضبته خصوصا المؤمن غضبته لله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس ذاك الغضب الذي فيه يفجر، الذي فيه يسب، الذي فيه يشتم، الذي فيه يذكر ما لا يجب أن يذكر. لأنه مرات نجد أن هناك من إخواننا من عندما إذا غضب ما يخلي حتى شيء، ما يخلي لا الأحياء ولا الأموات، ويتكلم كلام قبيح لا فائدة منه. فالإنسان دائما يحسب أو يحسب الكلمات التي يرددها، لأنه في الحقيقة أنه يملأ سجلا خاصا به. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك وإن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. فهناك بعض المشاكل أو بعض التصدمات الإنسان دائما يعالجها بالصبر، ويعالجها كذلك بالتغافل وبالتجاهل. عندما الإنسان يتجاهل ويدير روحه على بالوش أكيد سيأخذ من ذاك أجرا وثوابا، وهذه تدخل في قوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم ما يصفون. ليس من الضروري أن كل إنسان يتعامل معنا بخشونة أن نعامله بخشونة، وإنما نعامله باللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رافق اللين شيئا إلا وزانه. فدائما الإنسان اللين دائما يعني عنده صورة طيبة وصورة حسنة، عكس ذاك الإنسان الذي يسوق لنفسه على أنه يغضب وعلى أنه مخدوم هكذا قوي. وعلى أنه يعني ربما يروج لنفسه حتى أنه ما ينحشمش، وهذا ليس من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستحي حتى من يعني يشبه بالعذراء في خدرها. فالإنسان دائما لابد ألا يكون وقحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا في هذا، ماذا يقول؟ يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذيك اللي احنا نقوله بلي أنا مخدوم هكذا وقسطوية إلى غير ذلك، لابد أن تكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب يغضب لله جل وعلا، ولم نجده بأنه كان يسب، ولم نجده بأنه كان يشتم، بل نجده بأنه كان دائما يدفع بالتي هي أحسن، ويشهد له الأعداء قبل الأصدقاء. هذا أبا لهب يقول ذبحني محمد بأخلاقه، وهذا رجل قبل أن يدخل في الإسلام قال ما دخلت في الإسلام إلا بتبسم محمد، وهذا القرآن يزكي، فيقول وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان خلقه القرآن. والأخلاق هي تنم على ما في القلوب، لما تكون القلوب فيها الضغنة والحسد وغيرها من الأمور دائما التعبير رح يكون سلبي غير إيجابي، لكن لما تكون القلوب مليحة وتكون القلوب مملوءة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتكون مملوءة كذلك بالقرآن الكريم. لأننا هذه الأيام وكأننا سنشحن هذه القلوب وهذه النفوس بالقرآن الكريم، كما نشحن اليوم هواتفنا، من المفروض هذه القلوب تشحن بما
تجده في القرآن الكريم. نمر على سورة البقرة، نمر على سورة آل عمران، على سورة النساء، نمر على قصة سيدنا يوسف، نمر على الكثير من آي القرآن الكريم ونجد فيها العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة للباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فالقرآن الكريم هو يعني دستور حياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فشهر شعبان هو فرصة وسانحة جيدة إلى أن ينزع الإنسان ما في قلبه من أصغار وأحقاد وغيرها ويملأها بما يجده في القرآن الكريم، ويجعل هذا العمل لله سبحانه تبارك وتعالى. عندما أسامح وعندما أحفو وعندما أصفح وعندما أصبر أجعلها لله جل وعلا، لا أريد من خلالها من الناس لا جزاء ولا شكورا، بل أود أن أود أن أثبت أو أظهر ذاك المؤمن الحقيقي الذي يصلح نفسه أولا والذي كذلك يساهم في صلاح المجتمع. نعم، أيضا ومن أهم الأمور التي تساعد على إصلاح القلب هي أن يكظم الإنسان غيظه. نعم، الله سبحانه وتبارك وتعالى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ونجدها صفة من صفات المؤمنين، ربما هي صعبة لكن هذه المؤمن لا بد فيها من صبر ولا بد فيها من احتساب، لأنه دائما الإنسان لما يتذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، احنا في كثير من مرات من المشاحنات او من الصراعات او الضربات لما تقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم نجده بأن كل المتخاصمين قد سكتوا وقالوا عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أوصى كما قلت سابقا، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الإنسان إذا غضب ربما حتى في التعريف تاعه أو لما نروح نتكلم على على الغضب نجد بأنه هو فوران الدم وحاجة يعني في الجسم تزيد، لأنه حتى بعد ذلك يقول الله ما على بالي واش كنت نقول قبيلة إلى غير ذلك. والإنسان لما يكون غضبه هكذا بغير استذكار الله سبحانه وتبارك وتعالى قد يجي حتى بأمراض جسدية، لأنه مرض القلوب حتى يقسم، هناك من العلماء ما قسم المرض إلى اثنين في جسم الإنسان. هناك مرض الجسد قد نجده إنسان في إعاقة، قد نجده مرض، قد نجده سكري، قد نجده ضغط دموي، لكن بالمقابل هناك مرض القلوب. ما هو؟ هو الشحناء، هو الغضب، هو التدابر، هو الحسد، هو كثير من الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يملأ الإنسان قلبه بالطاعات بمكارم الأخلاق، حتى الله سبحانه وتبارك وتعالى لما ذكر الفائزين يوم القيامة قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هو القلب السليم؟ هو الخاوي وهو الفارغ من الأحقاد والحسد والغيبة والنميمة من شهادة الزور وغيرها من الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها. فالسانحة والفرصة هي شهر شعبان الذي من العلماء من يسميه المزرعة أو يسميه وقت الزرع ووقت البذر، ورمضان هو وقت الجني، لأن الذي يتربى على الفضيلة ويواصل الطاعات مع بعضها البعض ويغتنم الأوقات هو دائما الإنسان الفائز. ما عكس ذاك الإنسان الموسمي، ذاك اللي راه مجد روحه غير رمضان، برك قبل رمضان راهو يكتيفي باش يكثر من المعاصي ويلحق رمضان يقول له خلاص لو كان يعني فترة راحة يخليها لله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعد رمضان يعود. لا، هو الإنسان ما دام اليوم يعرف بأنه راهو مقبل على شهر رمضان وما يدرينا هل نعيش لشهر رمضان أو لا نعيش، لكن على الأقل تكتب النيات. نعم، على الأقل تكتب النيات والإنسان يبدأها بالعمل الصالح، يحذر نفسه لشهر رمضان حتى يقبل منه الصيام وتقبل منه القيام والصدقة وكل الأعمال. والمؤمن الحقيقي هو الذي يعمل بتواصل، حتى وبعد مرات نخطئ ومرات نعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن على السريع نتوب ونعود إلى الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإذا إنسان عنده أخطاء كثيرة وعديدة نقول له ما تيأس، الله سبحانه وتبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والإنسان اللي تاب لله سبحانه تبارك وتعالى لابد كذلك أن نشد على يده وعلى عضده حتى تصلح توبته ويثبت، ما يبقاش هذاك الإنسان اللي تاب لله سبحانه وتبارك وتعالى نذكره بالمعاصي تاعه ونقول له أنت ما تصلحش إلى غير ذلك وصعيب عليك العودة، ولابد يعني بشوية حتى يصلح إيمانه وتصلح توبته ويكون إنسان فاعل في المجتمع. لأنه المؤمن الحقيقي والذي عمر قلبه بالإيمان هو الذي نجده فاعلا في المجتمع، يبتغي صلاح نفسه ويبتغي كذلك صلاح إخوانه. آمين يا رب العالمين. شكرا لك أستاذنا الفاضل عبد النور بهياني على كل هذه النصائح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن ننزع ما في قلوبنا من غل وحقد. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. وإصلاح القلوب يكون بذكر الله وبتلاوة القرآن. نترككم مع بلابل القرآن مع والزميلة نوريا مشيشة. يقال الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وعلى ذلك فإن تربية وتعليم الأطفال القرآن الكريم تلقينا وحفظا وتفسيرا تجتهد فيه الكثير من المدارس القرآنية والجمعيات. مدرستنا جمعية علماء المسلمين شعبة عين بنيان نادي أحفاد بن باديس. بالنسبة لنشاط القرآن عندنا أفواج يعني مقسمة، يعني عندنا الطلبة مقسمينهم على أفواج، توجد صرامة يعني في من ناحية الغياب، من ناحية الحضور، من ناحية التأخير، لأنه الطفل لازم يتعلم أنه يعطي قيمة وانضباط، ينضبط ويعطي قيمة للقرآن وأولوية للقرآن، هذا شيء. عندنا شيء ثاني، أكثر ما يحبب الطفل في حفظ القرآن هو فهم معاني القرآن، لذلك طلبتنا يتلقوا دروس في تفسير القرآن، يعني يقرأوا بالأحكام برواية ورش، عندهم دروس في تفسير القرآن في التفسير، لأنه فهم معاني القرآن عنده أثر كبير على الطفل، يجعله هو يحب الحفظ ويحفظه أكثر. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا ان شاء الله سورة النبأ، نبدا في التلقين ان شاء الله باذن الله تعالى. ما شاء الله، بالتوفيق احبتي. السلام عليكم. يلا نبدا احبائي بناتي في تلقين سورة النبأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. أنا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قسم الذكور لحفظ القرآن الكريم. الفئة المستوى الدراسي هنا يتراوح ما بين سنة ثالثة ابتدائي إلى سنة ثالثة متوسط إلى الرابعة متوسط. الأطفال هنا يقرأوا في الفترة المسائية. الحفظ تاعهم يتراوح ما بين حزبين، ثلاث أحزاب إلى 20 حزب. معنا طالب نذير لحافظ تقريبا 20 حزب، يتلو علينا آيات بينات من سورة الروم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
حسبك طالب نذير، بارك الله فيك. والآن معنا أيضا طالب إسلام اللي حافظ تقريبا 20 حزب، يتلو علينا آيات بينات. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلقاء الآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا أنا في قسم البنات، يتراوح أمرهم بين 11 إلى 16 سنة، عندهم حفظ متفاوت من حزب إلى 9 أحزاب. نأخذ مثال الأخت بجمعة مريم، تتلو علينا ما تيسر من سورة الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وكذلك معدنا أيضا الطالبة منصور أنسة، تتلو علينا ما تيسر من سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تحفيظ القرآن للأطفال من الأمور الهامة التي تنمي مبادئ الإسلام والأخلاق القيمة في نفسه، فلنحرص كلنا على ذلك. سلام عليكم، عليكم سلام. أهلا بكم مشاهدينا، نواصل فقرات وأركان برنامج سلام عليكم. الحديث اليوم عن مرضى السكري والوعي الذي يزداد أهمية مع قرب شهر رمضان، بعد الفاصل. سلام عليكم، عليكم سلام. ونرحب وككل يوم أربعاء بالسيد الفاضل فيصل أحد. كيف حالك سيدي؟ السلام عليكم. والله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. نعم. لك أستاذة وكل مشاهدين قناة القرآن الكريم. نعم. ككل يوم أربعاء نتكلم على مرض السكري والأمراض. نعم. المزمنة بصفة عامة. نعم. والأسئلة يعني عندنا أسئلة يعني اللي بعتوهم عن طريق التواصل الاجتماعي. نعم. طريق الصفحة الرسمية للجمعية، ونحن هنا لنجيب ونرجع. نعم. لكل الأجوبة إن شاء الله برب العالمين. نعم. خاصة نعم. ممكن العلمية، لأنه ممكن باش المريض ما يروحش هكذا يا صح كما يقولوا ما يتهاونش في نفسه، لأنه مضاعفات دا سكري خطيرة وخطيرة جدا. صح. كان منشور اللي دارته وزارة الصحة حول يعني بالنسبة لكل الأمراض المزمنة بما فيها مرضى السكري، يعني الاستعانة بالطبيب المعالج. صح. يعني قبل حلول شهر رمضان. لهذا يعني حتى يعني الوزارة الصحة ولا كل يعني الأسلاك الصحية بصفة عامة تقوم بأيام تحسيس توعوية. نعم. تغرس ثقافة لدى المواطن بصفة عامة، خاصة لما نشوفوا نسبة السمنة في الجزائر في ارتفاع. ونتكلم على مرض سكري، نخصص له ممكن مواضيع مخصصة، لأنه مرض سكري عنده عواقب عند التهاون فيه، يعني تهاون في المرض ممكن يؤدي الى مضاعفات. تكلمنا عليها سالفا عن طريق قناه القران الكريم اللي فتحنا يعني الابواب يعني باش نتكلم مباشره مع المواطن بصفه عامه والمريض بصفه خاصه. نعم.
نغرس في هذيك الثقه، هذيك الثقه في النفس والثقه يعني في 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 الطبيب، لانه الطبيب المفتي الاول بالنسبه للمريض اذا كان يصوم ولا لا. لهذا يجب على كل مصاب بامراض المزمنه ممكن نخص بالذكر السكري الذهاب للاستشاره الطبيه. نعم، وخاصه يزداد الوعي مع قرب شهر رمضان، ومريض السكري دائما يحبذ ان تكون له يعني يفكره دائما بضروره اخذ نصائح الطبيب، لانه يكون في فترات يعني يتراجع، يكون الهمه تنقص. صح، تنقص الهمه كما نقولوا احنا يتشهى ككل يعني صائم. صح، يعني هذه غريزه في الانسان الله عز وجل عطانا، ولكن الله. نعم، ولكن ممكن احنا بصفتنا استاذه ولاحظت يعني قناه القران الكريم يعني لا نمنع، العكس العكس لا نمنع، لانه كل ما هو ممنوع مرغوب. ممكن يعني لما نمنع شيء بالنسبه للمريض يقول لك انا وانا مريض وما حبيتوش خلوني ناكل. صح، كان واحد الطريقه يعني الناس تكلمها، ولكن احنا ننصح بودنا يعني نغرس هذيك الثقافه الصحيه، لانه لما ناخذ سكريات اذا كان اخذ السكريات كما نقولوا احنا اوكازيونالمون يعني خطره في الغره ما فيها باس، عرضوه العرس ولا عرضوه وليمه ولا عرضوه يعني قاعده عائليه، ما كانت جاير قاعد تسمع بلي عندك سكر وما ناكلش، تقدر تاكل حبيبات خفيفه. وشنو يعني كاين ممارسه الرياضه، شرب الماء، ابتعاد، ماهوش يعني نشرب الكازوز نجي ناكل كاطو سكري ومن بعد نجي ناكل سكر لا، تسمى هكذا كاين كيومين ومن بعد فان سيما تقدر تدخل لوسبيتاليزي بلا غليسيمي الفيد كيدير سي بيريود دو 6 غرام. دونك يعني هذا واش نخوفوا احنا، احنا نخافوا انه لا غليسيمي كيطلع بزاف ممكن تدي الى الاستعجالات، والاستعجالات تزيد تكتض عن اخرها لما نشوفوا ايام الاولى من رمضان او كذا. صح، الناس تحكم على الضخمه، الناس هذا نصيحتنا يعني علميه، يعني لا نكثر ولا نمنع، نحن نقول لا نكثر من الاكل، ولا نحن في الارشاد الصحي ولا حتى الاطباء ولا مختصين في المجال الصحي لا يمنعونا، العكس احنا ننصح يعني نوروك كيفاش تاكل، ماشي واش تاكل، لانه كان نقول لك انا نوريك واش تاكل ثم راح نمنع لك حاجات، لا لا. صح، نوريك كيفاش تاكل. والاكل الصحي غني بالخضروات والفواكه لما نشوف كل الدراسات العالميه. نعم، إن دلت تدل إلى عن شيء وهو الأحسن نظام غذائي صحي، والنظام الغذائي الصحي بتاع البحر الأبيض المتوسط غني بالأسماك، غني بالخضروات. صح، غني بالفواكه، غني بالزيوت كزيت الزيتون، يعني كل هذا يخلو أن جسم الإنسان يجب يكون ناحف. لهذا ممكن لما نشوف الأمراض الخطيرة المستعصية ولا ماهوش في الدول يعني كما شمال افريقيا ولا البحر الابيض المتوسط المطل على البحر الابيض المتوسط حنا ولا حتى يعني الدول الغربيه الاوروبيه المطله، لما نشوفوا امراض المستعصيه في الدول الاخرى. لهذا لما نشوفوا برك حنا في افريقيا كاين دول يعني ورانا عندهم امراض شويه خطيره بارابور لينا، علاش حنا عندنا الشمس، عندنا اكل، عندنا خضر، عندنا زيت الزيتون، عندنا الماء، كل هذا يخلي انه يعني ممكن الجسم الانسان يكبر وينضج احسن النضج، ما يكونش عنده امراض، ما يكونش عنده يعني ممكن نقول كان سوء يكون من ذوي احتياجات الخاصه، يكون عده حاجات تخلي انه حاجات هرمونيه، زيد تزوج هذاك مارياج كونسونغا هذاك يخلي انه امراض ممكن تزيد. صح، نشوف في الدول اللي راهي ورانا شويه امر خطير على بارابول لينا الحمد لله رب العالمين. صح، زيد على ذلك الارقام تدل يعني في احنا الاول في افريقيا من حيث الاسبيرونس دو في يعني معدل الحياه، الجزائري يعيش اكثر الحمد لله رب العالمين، والعمر بيد الله كما يقولوا، الجزائري والجزائريه تعيش اكبر يعني مده من الدول الاخرى الاولى في افريقيا. هذا يدل على شيء يدل الى انه يعني كاين الادويه، كاين الاكل، كاين الحمد لله كاين يعني الاكتفاء الذاتي تاع الادويه والغذاء الحمد لله رب العالمين. كل هذا يخلي انه حتى يعني المريض مصاب بداء السكري، علاش حنا ونطيري لا سون دلال مستدا بكري ما كانش عنده ليسبيرونس دو في كل يعني الدول وبما فيها الجزائر، كان معدل الحياه ما كانش كبير. لما ارتفع معدل الحياه لما كنا نقول زمان نقولوا 40 45 عام يجيك لو ديابيت، يجيك مرض سكري، لما يجيك مرض سكري 45 سنه والاسبيرونس دو في معدل الحياه نقولوا كان 65 سنه 60 سنه. صح،
يعني تعيش حوالي 20 سنة إلى 15 سنة عارف. بالسكري ممكن ما تعيش المضاعفات. المرتفع الاسبيرانس دو في ولا 77 سنة 72 سنة بالنسبة للمرأة 78 سنة رجل 77 سنة يعني إذا جاك السكر يعني وزيد الدراسة تدل أنه السكر ولا يجي بكري على مالبوف الأكتيفيتي فيزيك النظام الغذائي ما هوش متواجد ونشاط البدني قل خلى أنه يصاب مرض سكري يعني صغار يجيك في 35 كون يجيك ديابات دولاج اللي كنا نقولوا احنا 40 سنة 45 سنة دوك ديابات دولاج ولا يجي 35 كون يعني من 35 سنة أستاذة حتى 77 سنة يعني وانت بالسكري لا محالة انك تذهب الى مضاعفات صح يعني معدل الحياه تاع مرض السكري مرض السكري طويل المرض تاعو ل 30 سنه 35 سنه 40 سنه 25 سنه هاد السكري هذا 25 سنه يروح المضاعفات يجب ان يكون هناك سنة 10 صح. سنوات نعم. ما كانش يروح المضاعفات لهذا رانا نتكلموا يوميا حتى وزير الصحه لما درنا في المؤتمر في مؤتمر يعني ممكن نقول عالمي لانه شاركوا فيه كل الدول الغربيه العربيه الافريقيه وزير الصحه الى تيري لا سون دالام على السمنه على مالادي لي مالادي كاع كما نقولوا احنا السكري والضغط الدموي امراض سرطانيه نعم. زيد على ذلك لا مال بوف الاكل الغير الصحي لهذا من أهم الإرشادات والنص اللي أعطانا يعني تكثروا من أيام التأسيس التوعوية يعني ونوعي المجتمع الجزائري بصفة عامة نعم. والأمراض المزمنة بصفة خاصة الأمراض المزمنة نقول السكري باش ما يروحش المضاعفات من أولى مضاعفات السكري وهو الضغط الدموي أمراض شرايين أمراض القلب حتى ممكن تريغليسيريد وثلاثي الدهون هدايا ولا الكوليسترول هذا لما يرتفع كل هذا نعم. عنده عواقب وخيمة لدى المرضى المصابين بالسكري لأنه أي ارتفاع في ثلاثي الدهون أو الكوليسترول يرفع نسبة السكر في الدم صح وأي ارتفاع في نسبة السكر في الدم لا محالة يؤدي إلى مضاعفات أولى وعلى ذكر نعم ارتفاع, نعم. ارتفاع الضغط الدموي نعم وعلى يعني ذكر هذه المضاعفات ما هي النصائح المقدمة لمرضى السكري قبيل رمضان ربما في جانب إجراء التحاليل التأكد من نسبة الدهون الثلاثية وغيرها من نعم هو عند نعم. علاش يعني احنا قلنا الاستشارة الطبية نعم. لما تروح عند الطبيب إذا كنت تروح عنده بلا بيلو مش حيدير بك ما يقوله ممكن صح. يعطيك إرشادات يعني سطحية ولكن بك بيلو بالتحاليل الطبية يقدر يقول لك واحد زي اثنين زي ثلاثة زي أربعة ستمنع صح. من الصيام أو يعني ينصح لك الصيام لأنه كان المنصوح لهم وكان الممنوع لهم لك إذا كان أنت منعت من الصيام عندك إجراءات يعني تأخذها صح. عندك إتيبة عندك حتى المرض تاعك ما هو شاحك منعت من الصيام يعني تتهون في المرض لا العكس بس ما تروحش المضاعفات بعد رمضان والذي سمح له الصيام نعم. عليه متابعة والرقابة كيف هو أنه أخذ احتياطات اللي كنا نقولها يوميا وهو نظام الغذائي الصحي ابتعاد كل نعم. البعد الزلابية والقلب اللوز وكل ما شابه ذلك نتكلم احنا رانا في شهر في الأسبوع الأول هل يستطيع يعني الذوق مثلا ليس يعني بالضرورة أنه يعني يأخذ كميات كبيرة هل ينصح له يعني بأخذ كميات معينة نشوف يعني والله نعم. يعني أنا احنا واش قلت لك يعني احنا لا نمنع العكس ماذا بينا يعني اذا كان نعم. اذا كان كما يقولوا داق مرسو قلب اللوز ما ياكلش مرسو نعم حتى يمتي مرسو تاع قلب اللوز غالي بالسكريات كاين اللي فيه حتى 17 حجره سكر وزيد لانه فيه العسل وفي هذاك الشربات اللي يشربوا به هذا نعم. كله حلو يعني يخلي انه فيه حوالي 17 حجره سكر هذه دراسة جريت يعني عندها واحد العامين ولا أمور سوق البلوز دونك إذا كنت كيت مغرفة ولا شربت شاي ودوقت ويقوم بالمشي بعدها لأنه الذوق نعم. الدوق وتأكل حاجة خلاف اللي يحب يشبع يشبع بحاجة فيها خضروات فيها ألياف نعم. فيها بروتينات علاش لو بلا إيديال لو بلا إيديال نقولوا احنا يا نعم. الطبق الصحي طبق صحي يحتوي على كالسيوم على بروتينات على الياف على خضروات على فواكه يعني كل هذا هو البلا ايديال دونك اذا كان حبيت تشبع لانه قلب اللوز ما عادش تاكل باش تشبع صح قلب اللوز راح تدوق ممكن البنه تاكل مغرفه مزلبيه ممكن المشعنة والله يعني لا انا لا انصح لا بقلب اللوز ولا بالزلبيه ولا باخذ المشروبات الغازيه ولا العصائر من غير المرضى تسبب ارتفاع نسبه السكر في الدم زيد على ذلك خاصه نشوف الاطفال
الأطفال مدمنين على المشروبات الغازية والعصائر، خاصة المشروبات الغازية. أستاذة نصح الأولياء يعني يأتينا بالأطفال، يعني مش غير تربيه وتوكلوا وتشربوا وترقدوا، هذا هو تربية لازم تغرس في ثقافة حب الوطن، في عدة حاجات، حب الدين الإسلام. نشوفوا بنات وبنين هنا يقرأوا القرآن، ما شاء الله في مدارس قرآنية في الجامع في المساجد كل هذا، ولكن لكن بإعتناء بالغذاء تاعو الطفل، مش تجيب له الماكلة واش يحب، حتى المشروبات التقوية راهو يشربها أطفال صغار، 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 14 سنة يشرب مشروبات تقوية، واش يدير بها هذايا؟ وهذيك الطاقوية مشروبات ما هي إلا خدعة تجارية، ما فيها حتى زيادة، فيها لو طود كافيين مرتفع جدا، يخلي أنه حتى يدير البربيتاسيون للقلب، يعني يزيد الخباط كما نقولوا الناس زمان. يزيد الخباط القلب، وانت تشوفي طفل في مسقطة المقطب بالعمر، ووزارة الصحة لا تيري لا سوندارا على هذا الكائن أسبوع الغذاء الصحي لدى الطفل، يعني لوبيزيتي راهي دايرة رايحة في الأطفال تاعنا. بعد كان الطفل الجزائري كان نحيف، كان رقيق، كان يعني شباب، الله الله، ولا سمين. صح. سمين يتعاطى السكريات، يتعاطى الدهون، كل هذا وسببه هو يعني حركة. حتى الولي ولي أمر الأولياء يعني يكون عنده شوية حكمة. ما تشربش هذه، ماهيش مليحة ليك، ممكن حتى نقريوهم احنا يعني نديرو في الجمعية ولا نخرجوا خرجات ولا نوعيوا الأطفال، يعني كما لا فوا باسي جبنا أطفال غير مصابون بمرض السكري، يعني أطفال متمردين تلاميذ، تكلمنا معهم، تكلمنا عن نظام الغذاء الصحي، أهمية النظام الغذاء الصحي، عواقب السمنة، لأنه عواقب السمنة عواقب اللي ما يكون طفل صغير يصاب بالسمنة، يعني ممكن معرض أكثر للأمراض المزمنة في مستقبل، ممكن في الكبر تاعه، ممكن 20 سنة 25 سنة 30 سنة سيصاب لا محالة بالأمراض المزمنة، ناهيك على السكري والضغط الدموي وكل هذا، وزيد على ذلك من جانب النفسي، على بالك الطفل لما يصاب بالسمنة شوي في عواقب شوية، ممكن من جانب النفسي تحس في نفسه ممكن يتعايروا بينتهم الأطفال، ياسمين هاي هكذا، يخلي أن الطفل ممكن ينزعج، وهذاك الانزعاج ينقلب إلى سكونية وحشية، يعني ممكن يولي قبيح، يولي ما يكونش ذكي، نسبة الذكاء تقل، زد على ذلك ما يقراش مليح، عنده من جانب نفسه عنده عنصر هام، خاصة من جانب ذكاء الطفل. تلقى متخاذل، نعم. تلقى حريه متكاسل وكل ما يشبه ذلك، لهذا يعني ننصح باعاده يعني الاطفال تغرس في هذيك الثقافه الصحيه، بوركوا با بانان، بوركوا با تفاحه، حبه تشينا، حبه مندارين في الكولاسيون، علاش نعطي له انا يعني شيبس ولا نعطي له ان بواسون سكري؟ شكرا لك أستاذ فيصل على كل هذه النصائح. نتمنى أن يكون أولياء لهم أذان صاغية للحفاظ على صحة أبنائهم، ويكون لمرضى السكري أيضا يعني وعي بخطورة هذا المرض. شكرا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. أمين. نعم مجاهدينا، ودائما مع روبورتاجاتنا الميدانية، الآن روبورتاج حول الرقابة في شهر رمضان مع الزميلة أمال خليفي، ونعود بعدها. أيام معدودة تفصلنا على شهر رمضان الفضيل، حيث تكثر الحركة في المحلات التجارية للمواد الغذائية والمساحات الكبرى، ويحاول المواطنون اقتناء الأغراض اللازمة خلال هذا الشهر. وأثناء تسوقهم هناك من يتأكد من صحة المنتوجات التي يقتنيها من خلال مراقبة تواريخ الانتهاء الصلاحية، فيما توجد فئة تبحث عن الأسعار المنخفضة فحسب. تاريخ ولا درس و ايمي لا سي برودوي باسكو يا دي برودوي ما كاينش درس دا اي بور لي زانفان دونك على ليميت هو الكبير او بيرسيزي مي بو سي دون ان ياورت افيك ان دات بريمي مي يقتل ولدو دونك يفو فيريفي نشوف اش لا دار وما تحوسيش تفهمي يعني كي تجي تشري كي نشك في حاجه نسقسي عبد كيما هادو كي نشك ما نشريش على برا الماكله ما نشريهاش في التطوار هذا ما نشريش ونحوس على الحاجه الرخيصه انا. المراقبة الذاتية للسلع المعروضة في رفوف المحلات عملية ضرورية لكل تاجر يحرص على صحة وسلامة المستهلك، وهذا ما لاحظناه خلال تصويرنا. السلعة كي تجي نهار الاولاني
نشوفوا تماك الرقبوا اللي ضات على النهار تاع لاريفاج تاع السلعه، ومن بعد كي نبداو نستفوا تما على بالنا السلعه ابيبري وراي لا دات جديده القديمه الاخر تما السيرار، وين يكونوا قاعد عندنا مشاكل تاع البريماسيون ولا حاجه ولا عندنا خدامين سبيسيال اللي يدوروا كاع لي ريون كاع يوميا. عندنا هذا النشاط نديروه كل صباح قبل ما يبداو السلعه، يفيريفيو السلعه اللي كانت من قبل، ومن بعدك السلعه الجديده ويشوفوا ونستفوا هكذا كما راكم تشوفوا. إن الوعي بضرورة التأكد من مطابقة المنتوجات للمعايير الصحية من قبل المواطن أو التجار على حد سواء ثقافة وسلوك حضري يجب التحلي به، فالبيع والشراء عملية أوتوماتيكية، لكن الرقابة يجب أن تكون روتينا وعادة لدى الجميع لضمان وقاية المستهلك. نرحب بكم من جديد في رحاب الشهر الكريم وبركاته المعطرة، لنتعرف سوية على منطقة الثورة وما تهفو به من خصوصية وتميز من بوابة عاداتها وتقاليدها المتجذرة والمواغلة في التاريخ. رمضان كريم إن شاء الله على كل الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية والأمة الفلسطينية. رمضان كريم إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية، إن شاء الله يتقبل في أهلا بكم. كانت هذه باقة من البرامج المسطرة لشهر رمضان من لدن المحطات الجهوية، نشكرهم على الجهود المبذولة لتقديم إعلام هادف. وما يزال برنامج سلام عليكم في هذه الصبيحة، تلقون الآن ركن لأمنكم الحديث عن دور الرقابة في شهر رمضان بعد الفاصل. عليكم سلام. نعم مشاهدينا، نرحب وإياكم بضيفنا فارس محسن، وهو عضو المكتب الوطني لحمايتك أو للدفاع عن المستهلك. السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟ بركاته، شكرا على الاستضافة. نعم، يزداد عملكم في هذه الأيام مع قرب شهر رمضان وتهافت ربما المستهلك على اقتناء مختلف المواد الغذائية. نعم صحيح، مع اقتراب شهر رمضان المواطن الجزائري يعني يسرع في اقتناء مختلف المنتوجات ممكن اللي تحضر لشهر رمضان، لكن احنا العمل تاعنا على مدار العام مع المستهلك الجزائري في مرافقته وتوعيته من خلال أيام تحسيسية توعوية اللي نظموها جميع رؤساء مكاتبنا الولائية عبر جميع ربوع الوطن للمستهلك الجزائري لتوعيته وتحسيسه بالاستهلاك العقلاني للمواد واسعة الاستهلاك، وأيضا عدم اللهفة على اقتناء المنتجات. وهذا الأمر راح يساعد على يعني هذا اللهفة في اقتناء المنتجات راح تخلق ندرة في بعض المواد. أكيد. يعني وتحدث يعني بعض الأمور اللي يخشاها المستهلك الجزائري. نعم، ما هي ربما التجاوزات التي تجدونها في الميدان سواء من قبل المستهلك أو من قبل التجار؟
يعني نعم. بداية المصالح الرقابية هي المخولة لمراقبة سوق ولأنها هي المحلفة، مصالح رقابية تابعة لوزارة التجارة ومديريتها، ما دورنا احنا دور مرافقة ومعاينة ميدانية للأسواق والمحلات التجارية وملاحظة التجاوزات والخروقات التي يقوم بها بعض التجار سمحهم الله. يعني أصبحنا نشاهد الكثير من الخروقات التي يقدمها للتجار الجزائريين، خاصة تلك المنتجات سريعة التلف التي تعرض في على الأرصفة يعني بدون مراعاة لأي أدنى شروط سلامة اللي راح تأثر على المستهلك الجزائري. احنا نشوفوا بعض المنتجات سريعة التلف مثل الحليب، الجبن، حتى الخبز أصبحنا نشاهدوها على الأرصفة. هذا يعني هذه المنتجات اللي راح تتعرض بالعوامل تاع الحرارة راح تساعد على تكاثر الجراثيم ومختلف اللي راح تطرح السموم وحتى لتكاثر الأحياء المجهرية، وهذا ما يسبب تسممات غذائية للمستهلك الجزائري. وفي كثير من الحالات هذه التسممات للأسف تؤدي إلى الوفاة. أكيد. نعم. وهذا ما يعني شاهدناه في الكثير من الحالات عبر جميع ربوع الوطن. إحنا دورنا تحسيس وتوعية المواطن باقتناء السليم لهذه المنتجات. يعني وتبقى التصرفات يعني تتكرر كل سنة. نعم تتكرر. يعني ما نقولوش نقص الوعي، الحمد لله المنظمة نشيد بوعي الكبير عند المستهلك الجزائري. نعم. خاصة شباب. خاصة شباب. لأنه الكبار في السن كانوا تعودوا على الاستهلاك هذه المواد. ممكن ممكن بسبب الأسعار اللي يعرضها الأسعار المغرية كان المحلات اللي تعرض هذه المنتجات بروموسيون. لكن حنا نقوله للمستهلك الجزائري حتى لو كان الأسعار هذه كانت أسعار نازلة، لكن لا شيء يعوض صحتك وصحة أبناء تاعك. ولذلك يجب المواطن أنه يشتري المنتجات اللي تكون محفوظة في أماكن مخصصة لها، المواد اللي سريعة التلف تكون في درجة حرارة معينة، وأيضا مراقبة حتى البطاقة التقنية. أصبحنا صحيح كان مواطنين اللي يقرأوا، وكان حتى للمواطنين للأسف ما يقرأوش. الناس الكبار اللي كانوا فقط الاستعمار اللي ما كانوش يقرأوا، الحمد لله ما زالهم عايشين. لما يروح للمحل ما يقدرش يقرأ تلك البطاقة التقنية. صح. أصلا الكتابة تكون صغيرة وبعض المصطلحات العلمية للتركيبات ما يقدرش يقرأها. لذلك احنا ان شاء الله بتعاون مع مصالح رقابية وأيضا حتى اتحاد وطني للتجار. نعمل احنا نعمل على تجسيد تلك يعني الشراكة بيناتنا اللي تكون مبنية على الغرض منها الدفاع عن المستهلك ومصلحته أيضا. نعم. خاصة بالنسبة لسوق اللحوم والدواجن، ما هي مهامكم في الميدان لمراقبة هذه المنتجات؟ ليست مراقبة لكن المعاينة. معاينة صح، لأنه المهام تاعنا هي المعاينة أخرى. نعم. معاينة المنتجات، احنا ايضا رؤساء المكاتب الولائيه ينزلوا الى الاسواق لمعاينه هذه المنتجات. اذا كان فيها ارتفاع في الاسعار نقوم بدورنا بتبليغ المصالح المعنيه، لانه خاصه في هذه شعبه اللحوم الحمراء والبيضاء، هذه شعبه تعاني فوضى كبيره. على موضوع ثاني، تعاني فوضى كبيره منذ سنوات. نشوفوا ما كاش استقرار في الاسعار. اذا تكلمنا على الدواجن تخيلي أنه 80% أو أكثر من المربين ينشطون بطريقة غير قانونية ولا يحوزون على سجل تجاري أو بطاقة مربي. لهذا صعب أنك مراقبتهم، لأنهم هم متحكمين في صعود الأسعار ونزولها. لذلك الدولة الجزائرية في 2023 كانت أصدرت كثير من القرارات الجريئة من طرف السيد رئيس الجمهورية اللي تعهد بحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري من خلال التسهيلات اللي قدموها للمستوردين اللي يجيبوا اللحوم من الخارج. وحتى الآن مؤخرا شفنا حتى الدجاج، يعني هذا يساعد هذه السلع اللي تجي من الخارج بأسعار يعني أسعار معقولة. مثل اللحوم الحمراء راهي سعر 120,000، يعني تساعد على استقرار بعض الشيء للسوق. احنا لما يكون هنالك تجاوزات من عند هادو التجار، احنا نقوم بتبليغ المصالح المعنية وحتى المصالح الأمنية،
ونطلبوا من المواطن الجزائري انه يتحلى بثقافه التبليغ ويبلغ على هذو التجار لما يقوموا بهذه التجاوزات، خاصه عندما يعني من خلال المعاينه وتجدون يعني ربما مواد يعني انتهى تاريخ صلاحيته. ما هي يعني الامور التي ربما الأمور التي ربما تعملونها للحد من هذه التجاوزات؟ طبعا في كثير من الحالات المواطنين يقوموا هم اللي يبلغونا بهذا الخصوص، يبلغونا من خلال الصفحة الرسمية تاع المنظمة الجزائرية للدفاع المسلح لحمايتك بالاتصال بالرقم تاع المنظمة، وبالتالي احنا كل مكتب ولائي كل مواطن يبلغ نوجهه الى المكتب الولائي، وحنا بدورنا كل مكاتب تقوم بتبليغ المصالح المعنيه من خلال المراسلات الرسميه، وايضا حتى للمصالح الامنيه، وايضا عندنا كثير من القضايا رحنا معهم حتى للعداله بعض المنتجين، لانه صراحه اصبح النتاج الجزائري الان همه الوحيد هو الربح السريع صح، والتفنن في استغلال جيب المواطن اللي راهو يعني نحن كنا نعرفوا القدره الشرائيه للمواطن الجزائري والصعوبات اللي راهي يعني منها في حياته اليوميه. لذلك احنا نسعى مع شركائنا لاخلاق هذا العمل التجاري، وعلى التجار انهم يلتزموا اخلاقيا انهم على الاقل واحنا على يعني على ابواب شهر الكريم انه يكونوا رحماء مع المواطن الجزائري اللي حاب يربح يعني العام طويل. وكان كثير من يعني الطرق يعني الايجابيه صح، يعني اذا هذا المهنه هذه مهنه الرسول صلى الله عليه وسلم المفروض انه التاجر يلتزم. يعني انا بعض الاحيان نقول لهم حتى التجار في وقت قريش في الجاهليه كانوا يمشوا مسافات تاع اشهر صح، يروحوا للشام يقتنوا بضاعه يرجعوا لمكه يبيعوا بنفس السعر ويحافظوا على الامور. حنا التاجر الجزائري سلعه تلحقوا الى محله يعرضها بطريقه غير صحيه صح، تقدر حتى يعني يصاب المواطن بتسممات غذائيه ويزيد في السعر، ويزيد حتى بعض المنتجات منتهيه الصلاحيه وما يراقبهاش ويبيعها للمستهلك الجزائري. نعم، بالنسبة مع قرب شهر رمضان يكثر هناك التجار الموسميون وربما تكون أسعارهم منخفضة مقارنة مع التجار الآخرين. ما هي ربما الممارسات التي ربما تنصحون بها هؤلاء التجار لمحافظة على صحة المستهلك؟ نعم، هم كتجار فوضويين، يعني هم فوضويين يعني يقوم بهذا النشاط بدون رخصة للأسف صح، وصعب على المصالح الرقابيه ان تراقبهم، لانه كل يوم ونراه احنا حتى صح، من هذا الامر عندنا طلبنا من المصالح المعنيه انها توفر لهذو التجار. الان وزاره التجاره قدمت تسهيلات لهذو التجار المتنقلين باصدار سجل تجاري المتنقل، يعني بطاقة تعريف يقدر يخرج السجل التجاري وتبقى الا فقط مرافقتهم من مصالح البلدية والولاية يعملوا لهم مكان أنهم ممكن يتجمعوا فيه يبيعوا، حتى بعض صحيح أنه بعض الأماكن ما فيهاش أسواق جوارية صح، وهادو الناس يقدروا يرافقوهم ويأطروهم، وحتى المصالح الرقابية لما يكونوا متجمعين في مكان واحد حتى المصالح الرقابية تقدر أنها تراقب هادو التجار الفوضويين اللي راهم مش فقط على معقودهم شهر رمضان، أنا نشاهدهم على مدار العام في كل مكان صح، تلقى التجار الفوضويين، واحيانا كثير من الاحيان تصيبهم يبيعوا بعض المنتجات سريعه التلف من غير معقول ان نشوفوا في الشارع تاجر فوضوي يبيع الجبن في اشعه الشمس، يبيع صح، المنتجات الحليب ومشتقاته، يعني هذا امر غير يعني غير منطقي. نعم، خاصة ومع قرب شهر رمضان تزداد ربما المواطن تزداد يعني احتياجاته للتحضير للشهر الفضيل. ما هو برنامجكم مسطر خلال هذه الفترة للتحسيس ونعم نعم احنا تحضير لشهر رمضان بدأ منذ أشهر مع وزارة التجارة من خلال لقاءات قمنا بها مع سيد وزير التجارة وترقية الصادرات مع الاتحاد الوطني للتجار مع كل شركائنا، يعني احنا مأمنين انه ليس فقط انه التاجر الجزائري لا يحترم، كان هنالك تجار يعني نزهاء وكثير نحن نعمل معهم صح، على أخلاقة العمل التجاري، هذا لمصلحة كلنا. احنا كمنظمة كنا وعي أنه التاجر الجزائري أو المتعامل الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني صح، هو عنصر أساسي لضمان الأمن الغذائي، احنا نعرفوا هذا الشيء أكيد، لكن احنا نتكلموا على التجار اللي يقوموا بخروقات يعني صح، وصلت إلى حد
المضاربة في المواد واسعة الاستهلاك. صح. احنا عارفين انه مع قدوم شهر رمضان يعني الاستهلاك الطاقة الاستهلاكية للمستهلك الجزائري احنا بطبعنا يعني نحبوا نشرو نقضوا بزاف كان نيتشها، وللاسف كثير من الامور هذه تدخل في التبرير، انه كثير من تشوفوا اطباق كاملة ترمى في النفايات عزكم الله. احنا دورنا بدايه في التحضيرات، هنالك اسواق جواريه تضامنيه اللي حتقوم بها الدوله الجزائريه على مستوى كل دوائر القطاع الوطني، هذه التحكم في اسعار المواد. نعم. والجميل في الامر انه من المنتج الى المستهلك، يعني الاسعار تكون في متناول المواطن الجزائري، متعاملين اقتصاديين راح يبيعوا مباشره للمستهلك الجزائري. هذه الاسواق الجواريه يعني كانت لديها فائدة كبيرة على المستهلك الجزائري اللي كانت كالتجربة العام اللي فات، وسوف تعدد التجربة. احنا نقول للمواطن الجزائري انه يقوم بالاقتناء العقلاني، عدم اللهفة في اقتناء المنتجات، لانه خاصة ان كل مواد يعني متوفرة عكس الايام كل الحمد لله الان السوق السوق الجزائرية مستقرة. صح. مستقرة إذا تكلمنا على الخضر الفواكه بسبب المناخ، كانت العوامل المناخية ساعدت على تشوفوا وفرة في الفواكه، الحمضيات كان بأسعار الخضر الفواكه الأسعار يعني مستقرة نوعا ما، والوفرة موجودة، المختلف الأمور واسعة الاستهلاك، السميد، الفارينة، كلهم متوفرة، يعني المواطن ذو كل أمور كاينين، يعني لا داعي للهفة لاقتناء هذه الأمور، لأنه كما شاهدنا هذه اللهفة يعني تقدر تضر الاقتصاد الوطني كثيرا، لأنه وتضر جيب المواطن. نعم. جيب المواطن، مش جيب المواطن، لأنه كان المواطن يقدر يشري اللهفة هذه يقوم بها الميسور الحال. صح. حتى المواطن لازم أنه يكون عنده هذيك الروح، الروح تاع تاع الاحساس بالاخر، يعني كان المواطنين محدودين الدخل او عاديم الدخل، بعد الاسر الموزع ما يقدرش يلهف، لك لما يكون اللي يكون ميسور الحال يروح يقتني لهذه الامور. صح. والاخ تاعك اللي ما اقتناش كيفاش، وبعدين ما يستعملهاش، لانه صح. يخلق بادم. الا ازمه للوطن، لانه احنا كنا جزائريين وعايشين في مجتمع جزائري، نعرفوا انه الجزائر الدوله تاعنا الحمد لله بمواقفها المشرفه اللي تقوم بها في القضيه المركزيه الفلسطينيه. صح. ومختلف القضايا العادله، نشوفوا موقف ثابت للجزائر، هذا يدعو مدعاة للفخر والاعتزاز بالوطن تاعنا، وهذا ما يعني بعض الاطراف المغرضه اللي تسعى لضرب الاستقرار من خلال الشائعات اللي كانت تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صح. انه كان ندرة في مختلف المواد وسائل الاستهلاك، من المواطن يتوجه لاقتناء الغير عقلاني للمنتجات، وراح يخلق ندرة ويخلق مشكل في الاقتصاد الوطني. صح. هذا احنا نسعى لتوعية المواطنين والتحسيس يعني الاستهلاك العقلاني للمنتجات. شكرا لك. شكرا الأخ جزيلا. محسن فارس على كل هذه التفاصيل، نتمنى أن تكون جهودكم يعني تؤتي أكلها لتحسيس المواطن والابتعاد عن اللهفة والتحضير الروحي لشهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لكم جزيلا. بارك الله فيك. بارك. نعم مشاهدينا، ودائما مع روبورتاجاتي وأركاني بلان، السلام عليكم، نترككم في هذه الاستراحة ونعود بعدها.
تحول دون ذلك لاختلاف الكثافة بين البحرين، وبذلك يتكون جدار يقي نهران يختلفان في الكثافة ودرجة الحرارة. هذه الصورة الحقيقية توضح التقاء نهري نيغرو وريو بالبرازيل، فالنهر الأول على اليمين يحوي ترسبات من تربة الجبال ولذلك يظهر باللون البني، أما النهر الثاني على اليسار فهو قاتم بسبب النباتات المتحللة القادمة من الغابة. فعلى الرغم من التقاء هذين النهرين لأكثر من 5 كيلومترات بشكل مباشر، إلا أنهما لا يختلطان ولا يمتزجان. سبحان الله. الجانب المثير بكم مشاهدينا وبرنامج سلام عليكم، منبر لجميع الجمعيات الخيرية التي تضع بصمتها في خدمة الآخرين. ومعنا جمعية شباب الإحسان للقبة، نرحب برئيسها السيد صلاح الدين رحماني. السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟ السلام، نهاركم مبارك إن شاء الله. شكرا. أولا نشكركم على الاستضافة في قناة القرآن الكريم. لا شكر على واجب، هنا قناة القرآن يا منبركم لإظهار كل ما الفعل الخيرات والإحسان للآخرين. نعم، بارك الله فيكم. نعم شكرا. ونبدأ من جهودكم التي تبذلونها في خدمة الفقراء والأرامل، ونبدأ من سلة الخضر الأسبوعية التي خصيصا للأرامل والفقراء. نعم، كيف بدأت هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا نعرفوا بالجمعيات شباب الإحسان، سابقا كانت مجموعة خيرية ما شاء الله اللي تأسست في 14 نوفمبر 2020 في وقت كورونا ما شاء الله. كنا نقوم بمجموعة من الأعمال الخيرية حتى وقبل تأسيس المجموعة. نعم. ما تقولنا علاش ما تجسدت في جمعية، نجسدوا في مجموعة أولا. نعم. أعطينا لها الاسم، الشعار، الأهداف إلى آخره ما شاء الله. بعد ذلك مشينا إلى 2022. نعم. وين أسسنا الجمعية باش تولي عندها غطاء. نعم. قانوني ما شاء الله. فتأسست ونخدينا الاعتماد سنة 2023 ما شاء الله. هذا فيما يخص التعريف بالجمعية. نعم. أيضا سلة الخضر هذه هي من بين الحملات الأسبوعية اللي نقوم بها كل يوم ثلاثاء ما شاء الله، داخلة في حملات الإطعام اللي فيها كنا في السابق نقدموا الوجبات للمفترشي الطرق وغيرهم. نعم. ثم فكرنا في العائلات الفقيرة المعوزة والأرامل المسجنة عندنا في الجمعية ما شاء الله، بحيث نقدموا لهم يعني قفة كاملة فيها الخضر كل أسبوع. كل أسبوع يعني ما تخليلهمش مجال باش يكون يعني تبعدا عنهم الجوع، تكون دائما ما شاء الله. نعم. أنا معه. فتكون أسبوعيا. نعم. ما نقول القفة هذيك من الثلاثاء الثلاثاء يعني تسد الحاجيات تاعهم أسبوعية. أسبوعيا ما شاء الله. وأيضا لديكم كثير من الأعمال الخيرية أيضا، منها أيضا
ممكن ايضا في الاعمال الخيريه دائما الاسبوعيه كاين حمله تنظيف بيوت الرحمن اللي هي حمله ايضا اسبوعيه نقوم بها كل يوم خميس نظفوا مسجد الوفاء بالعهد اللي جاي في لابروفال في القبه. عندكم مسجد واحد او كل مره؟ عموما هو مسجد اللي احنا انطلقنا منه ما شاء الله. نعم كل يوم خميس بعد صلاه العشاء يتلاقوا اعضاء الجمعيه المتطوعين كل الناس اللي عندهم غايه في تنظيف المسجد نتلاقاو تما بعد صلاه العشاء نظفوه باش نجهزوه ليوم الجمعه لاستقبال المصلين. ايضا الحمله الثالثه اللي هي حمله شفائي هذه ماشي اسبوعيا انما يوميا تنقسم الى قسمين على حسب متطلبات على حسب المتطلبات. البدايه او القسم الاول هو جانب الادويه. جانب الادويه في بعض الاحيان يكونوا عندنا الادويه اللي الناس تحتاجها او مثلا الانسولين الناس مرضى بالسكر ولا فنحاولوا الناس اللي ما عندهمش التامين اننا نغطوا لهم حاجياتهم. كيف تكون يعني نداءات لمختلف المحسنين لتغطيه هذه المبادرات؟ نعم دائما المبادرات اللي نقوموا بها دائما لازم يكون عندنا اجتماع او اجتماعات باش نحددوا فيه او نسطروا فيه الحملات اللي رانا نقوموا بها. بعد ما نحددوا هذيك الحملات يعني ننشروها على مواقع التواصل الاجتماعي للناس يشوفوها ويتفاعلوا معها والمحسنين يتواصلوا معنا ويتبرعوا لنا بمختلف المساعدات. يعني هناك تفاعل يعني؟ نعم الحمد لله. نعم التفاعل من المحسنين تسمى هما صمام الامان المختلف الحملات الخيريه اللي نقوموا بها. نعم وتعدى ذلك اذا ايضا الى المعدات الطبيه اليس كذلك؟ نعم هذه ضمن حمله الشفائي. نعم. في القسم الثاني هو الاجهزه شبه طبيه كالاسره الطبيه والكراسي شبه الكراسي المتحركه الكراسي مرحاض وغيرها اللي نسلفوها يعني نمدوها للمريض على شكل اعاره تبقى عنده طوال فتره العلاج ما شاء الله اللي تبقى عنده طوال فتره العلاج كيكمل يعاود يرجعها لنا باش نعطوها المريض اخر راح يستفيد منها ما شاء الله. نعم وهذه كيف يتم اتصال بالمحسنين لتوفير مثل هذه المعدات التي تكون يعني يكون اثمانها تكون باهظه نوعا ما؟ نعم نعم هي في العموم في المحسنين نعم. اللي يتواصلوا معنا في عبر الصفحه تاعنا رسميا ولا نعم عبر الصفحه الرسميه تاعنا ولا عبر ارقام الهواتف تاعنا. نعم. بحيث احنا هذه الحمله يعني معتاده يعني منذ انطلاق الجمعيه وحنا ننشطوا في هذا في هذا الجانب. وفي بعض الاحيان وان كان محسن يحب هو يتكفل يعني ماتريال باراميديكال يشريه وفي البعض الاخر كاين واحد مثلا توفى الاب تاعو ولا الام تاعو ولا الماتيريال هذا كيصدقوا عليها باش تبقى عليها صدقه جاريه. نعم ايضا الحملات ايضا لديكم حملات موسميه اليس كذلك؟ نعم خاصه مع قرب المناسبات والاعياد. نعم الحملات الموسميه هي يعني كما نقولوا الحملات اللي على حساب الزمان. نعم فمثلا في الدخول المدرسي نقوموا بحمله حقيبه الاحسان. هذه حقيبه الاحسان ونجهزوا الحقائب المجهزه بكل اللوازم تاعها ونوزعوها على الاطفال الفقراء والمحتاجين داخل الولايه وخارجها. نعم مثلا هذه حمله واحده اخرى الولايات المجاوره يعني على العاصمه هكذا المجاوره وفي بعض الاحيان مثلا في 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 حملات اخرى مثلا في قوافل الاحسان. ما شاء الله قوافل الاحسان هذه القوافل الاغاثيه اللي تكون خارج الولايات الجزائر وتكون في مناطق الظل وليس بالضروره انه تكون في المناطق المجاوره. ما شاء الله ربما في الاشهر القليله اللي فاتت كنا في رحنا في قافله الاحسان. نعم. 13 وقافله الاحسان 14 اللي كانت في ولايه بني عباس في تيبلباله بالضبط وقافله. نعم. الاحسان 14 اللي كانت في ولايه تندوف يعني في الجنوب الجزائري. نعم. العام اللي فات كنا في ولايه برج باجي مختار وين في فصل الشتاء ندوا لهم الاغطيه المواد الغذائيه الالبسه الافريشه وغيرها من المستلزمات يعني. نعم ونتابع معك الروبورتاج الذي اعدته الزميل احلام حول جهودكم في قفه الاسبوعيه اليس نعم كذلك؟ نعم الخوض. نعم نتابع الروبورتاج ونعود بعدها. عليكم سلام
تختلف دروب الخير في المجتمع، فالقلوب السخية لا تعرف حدودا ولا تعيقها ظروف. ومن بين المتطوعين الخيرين جمعية الإحسان بالعاصمة. احنا الجمعية الولائية شباب إحسان هي جمعية فيها غير شباب، يعني معظمها شباب. نعم. الحملات تاعنا هي حنا حملات أسبوعية وحملات موسمية، يعني اللي احنا نقول لهم الحملات الدورية اللي تكون هي في كل أسبوع، عندنا الثلاثاء واليوم الخميس. يوم الثلاثاء هو كما اللي راكم معنا اليوم إن شاء الله راح نشوفوا صلة الخضر. صلة الخضر اللي نقوموا بتوزيعها على العائلات المعوزة والفقيرة المسجلة لدى الجمعية هنايا في داخل بلدية القبة وخارجها. أما بالنسبة ليوم الخميس نقوموا بتنظيف بيوت الرحمن اللي يكون كل يوم خميس بعد صلاة العشاء في مسجد الوفاء بالعهد بحي لابروفال. حنا نقوم بالحملات الموسمية، هي كل عام نقوم بحملات، وهي نخرجوا في قوافل، قوافل الإحسان. كما المرة الأخيرة خرجنا قافلة الإحسان 13 و14 اللي هي كانت متوجهة لتيندوف وولاية بني عباس اللي في أقصى الجنوب، اللي كانت تمست حوالي 200 عائلة. لهنا رانا نحضروا في القفف كما راكم تشوفوا، قفف تاع الخضرة. كاين كاتيجوري أو كاين كاتيجوري بي. الأ هي ما فوق 5 أفراد في العائلة، ولا الكاتيجوري بي هي أقل من 5 أفراد في العائلة. في القفة الواحدة نحطوا الخضر الصلبة كما البطاطا الزرودية البصل البيطراط، نحطوهم من تحتها، بعد فوقها تجي الخضر الغير صلبة كما الطوماطيش الفلفل باش هذه ما تلبطش على هذه. كاين كما 3 ميزانات، كاين 3 أعضاء يوزنوا، بعد العضو يجوز عليهم بالصاشي يحطوا فيه كامل الخضرة، ومن بعد واحد أخر من هيك يدخل الصاشي داخل القفف. لا يرتبط العمل الخيري بالمناسبات والمواسم الدينية فحسب، فالمساندات التي تقدمها مثل هذه الجمعية الخيرية تشيد بإنسانية وسخاء شباب الجزائر. رسالتي للشباب نقول لكم دير الخير مادامك صغير، دير الخير خاطر كما يقولوا الناس بكري يا صغير خدم لكبرك، يا كبير خدم لقبرك. انا نقول لك يا صغير خدم لقبرك من الدم، خاطر ما تقدرش تعرف في اي لحظه حيقبض ربي الروح ديالك هذه. وربي يوفق جميع المحسن راهو يعاوننا، وربي يوفق ويقوي الاعضاء تاعنا، وربي يوفقنا لما يحبه ويرضى. سلام عليكم وعليكم سلام. ما شاء الله، نجد التطوع لكل المجموعه للشباب المنخرطين في الجمعيه وحتى الشيوخ، اليس كذلك؟ أكيد. نعم ما شاء الله. ما شباب الإحسان هي حقيقة جمعية شبابية. نعم. أعضاءها هم من الشباب، صح، هي مزيج بين الكبار والصغار، لأنه الكبار آبائنا والناس المحيطين بالجمعية اللي يشاركوا معنا ويبادروا معنا في الكثير من الحملات الخيرية. بل كما في الروبورتاج هذايا وين شفنا عمي أحمد اللي نوجه له تحية، ما شاء الله، ربي يجازيه كل خير، يعني وشخص بلك سنه بلغ من الكبار عتية، لكنه دائما معنا حاضر في مختلف الحملات الخيرية. نعم، ويمكن تذكير بأرقام هواتفكم لمساعدة كل للمحسنين للاتصال بكم. نعم مطلع فيك. أرقام الجمعية هما 05 57 34 35 28. نعم. و 07 74 06 82 87. إن شاء الله، أو عبر الصفحة الرسمية للجمعية. نعم، عبر الصفحات فيسبوك إنستغرام. نعم. ولا تيك توك شباب الإحسان باللغة الفرنسية. إن شاء الله. نعم، ومن بين أيضا الجهود التي تبذلونها في خدماتكم الخيرية هي مشروع الوقف، هكذا؟ نعم. ممكن الوقف تفصيل. أو أوقاف الإحسان. أوقاف الإحسان. نعم. دائما نربط المشاريع بالإحسان. نعم. فمشروع أوقاف الإحسان هذا عبارة عن مجموعة من المشاريع. نعم. المختلفة والمتنوعة. نعم. لكن دائما تحت غطاء الوقف، بحيث أكيد. تبقى يعني أزمنة مديدة هذاك الشيء اللي حنقوموا به باش يبقى. نعم. صدقة جارية على المحسن او المحسنين اللي راهم يديروا. ما هي اللي يعني المشاريع التي يعني قمتم ببنائها؟ نعم، المشاريع اللي قمنا بها كانت المشروع اوقاف الاحسان 1. نعم. اللي هو بناء مدرسه قرانيه في ولايه سعيده.
ما شاء الله. نعم. والحمد لله هذيك المدرسة القرآنية رغم يعني بعد المكان. نعم. ولاية سعيدة ما شاء الله. نعم. يعني كان عندنا تواصل مع واحد الشخص هناك. نعم. اللي إن شاء الله ربي يجازيه كل خير. وين هو كان واقف لنا على المشروع وهو اللي ان شاء الله بدا يقري القران في تلك المدرسه القرانيه. حنا كانت عندنا دائما زيارات ميدانيه دوريه. نعم. يعني اشاك فوا نروحوا لتماك باش نعاينوا. نعم. المشروع هذايا ونشوفوا يعني البناء العمال الاخرين باش نتفاهموا معهم. تم الانتهاء من المشروع. نعم في رمضان اللي فات شهر رمضان المنصرم بدا التعليم القراني في تلك القريه في ولايه سعيده. ما شاء الله. والحمد لله المشروع الثاني. نعم. اللي هو ايضا في ضمن اوقاف الاحسان وهو ايضا بناء مدرسه قرانيه. هذه المره رانا في بلديه بالعيبه في ولايه المسيله. ما شاء الله. يعني تختارون مناطق الظل المحتاجه لمثل هذه. نعم. نعم. والمشروع هذايا راهو في كما قلت في بلديه بالعيبه راهو قيد الانجاز يعني. نعم. الان رانا في الطابق الارضي. احنا في العموم نديروا يعني غير ريتشوسي غير الطابق الارضي نديروا. نعم. فيه قسمين ولا البدايه. نعم. ولا كبدايه ومن بعد نعاينوا مع الوقت يعني الاهداف تاعنا اننا نعاينوا المشروع هذايا. صح. اسكو فيه اقبال ولا لا؟ اذا كان فيه اقبال اكيد من الجانب النسوي. نعم. ولا من الجانب يعني الذكور ولا الاناث. فثم. نعم. باش نقدروا نطوروا هذاك المشروع يعني اسكو نزيدوا له في الطابق واحد اخر ولا لا. نعم. وهل لديكم ربما مشاكل او اقتراحات يعني خلال انجاز هذه المشاريع؟ نعم. المشاريع هذه تاع الاوقاف. نعم. يعني ما تقتصرش فقط على المدارس القرانيه. نعم. وانما هي متوسعه من بينها حفر الابار. نعم. او بناء مصليات او مثلا بناء يعني منزل ولا دار يعني. نعم. المرافقين المرضى ولا مثلا كي يجوا عابري السبيل ولا احنا مدى بينا نجسدوه مستقبلا لباله هنا في ولايه الجزائر ان شاء الله. بعض العراقيل يعني ماشي نقولوا العراقيل وانما هذه المشاريع كيكون مشروع كبير. صح. اكيد بلي لازم تكون هناك همه كبيره. صح. متابعه كبيره خاصه كيكون المشروع بعيد. بعيد. مثلاً. نعم. يعني لازم في كل مره لازم تروح وتعاين يعني وتنقل يعني هذا اللي يتعب شوي. نعم. جعلها الله في ميزان حسناتكم. وايضا مع قرب شهر رمضان ما هي المشاريع التي ستسطرونها في المجال الخيري؟ نعم. في المشاريع الخيريه في شهر رمضان. نعم. المبارك احنا عندنا مشروع نمشي عليه كل سنه. نعم. او مجموعه من الحملات. نعم. البدايه تكون بقفه رمضان كباقي الجمعيات الخيريه اللي نجهزوا قفف كامله لفائده الارامل والفقراء المسجلين عندنا في الجمعيه. نعم. اكيد هنا داخل الجزائر العاصمه المسجلين عندنا هما كاولويه الاولى اللي في العاصمه. نعم. ثم ايضا. نعم. عندنا توزيع هذه القفف في مناطق ايضا الظل قد تكون ولاية المجاورة أو ولاية غير مجاورة للجزائر. نعم. العاصمة مهم نلحقوا هذه الأمانات إلى مستحقها. نعم. أكيد هذا فيما يخص قفة رمضان. نعم. لتكون قبيل الشهر الفاضل. ما شاء الله. نعم. الحملة الثانية نسميها مطعم الإحسان للصائمين وعابري السبيل. نعم. اللي هو كما معروف عندنا مطعم الرحمة. ما شاء الله. نقوم به كل عام نفطروا فيه الناس العابري السبيل ولا الطلبة ولا في وقت المغرب. وكيف يتم اتصال المتطوعين في هذا المشروع؟ نعم. نعم دائما احنا عندنا. نعم. الاعضاء الجمعيه اولا ثم نكبروا هذيك النواه بحيث. نعم. لانه في رمضان اكيد باش تفطر 30 يوم لازم لك متطوعين اكيد واحد اخرين. من هذا المنبر نقول باللي اي متطوع في القبه وما جا وراها يقدر. نعم. يتواصل معنا في جمعيه شباب الاحسان من اجل انه يشارك معنا يشارك. في. نعم. مبادره مطعم الاحسان. هذه الحمله الثانيه. نعم. في شهر رمضان المبارك. الحملة الثالثة اللي هي السحور. السحور احنا يوميا ثاني يتم توزيع الوجبات. يعني لان ليس لديكم وقت اصلا في شهر رمضان كله مملوء بال. نعم. لأنه ما شاء الله. شهر يعني شهر الخيرات. صح. رمضان يعني تكثر فيه المبادرات الخيرية ولازم الانسان يشحذ الهمم. صح. ولازم يكون يعني هو مناسبة وفرصة لاي عضو في الجمعية وغيرها من اجل
يعني وتقديم نداء لمتطوعين اخرين للمساعده. اكيد. نعم. والتطوع في هذا المجال الخيري يقدر يكون الانسان عنده سياره مثلا. صح. يجي يطوع معنا. صح. يقدر يكون يعاون بمجهوده، يقدر يكون محسن يحب هو. نعم. يطيب. تقدر تكون امراه مثلا تحب تطبخ. نعم. مثلا. صح. يعني المجال هذا واسع مفتوح للجميع. ويوميا يعني يكون عندنا الفطور والسحور. السحور دائما يكون للمرافقين تاع المرضى، عمال اللي يكونوا مناوبين في الليل اللي يخدموا في الطريق، فنوفر لهم وجبات السحور. الحمله الرابعه. نعم. في شهر رمضان المبارك هي قفه العيد. قفه العيد. هذه قفه العيد نسيو نديروا قفف كامله فيها لوازم الحلويات باش هذيك الارمله كي تكون في العيد توجد الحلوى تاعها هي وتستقبل العيد كما هي كي باقي الاسر. تدخل ضمن يعني قفه الاسبوع، يعني تكون اسبوعيه هكذا قفه العيد. احنا مع الاول نديروا قفه رمضان. نعم. في بعض الاحيان في الجزء الثاني. نعم. نديروا لهم قفه رمضان مرات اخرى ثم نديروا قفه في الاسبوع العيد. الاخير تاتي. نعم. نعم. ما شاء الله. ولا نديروا غير قفه رمضان وقفه العيد ما شاء الله. نعم. قفه العيد هذه كما قلت لك باش يعني يستقبلوا العيد احسن استقبال. حمله واحده اخرى اللي هي كسوه العيد. نعم. تسمى حتى هذوك الارامل اولادهم الايتام ولا اولاد الفقراء اكيد المسجلين عندنا نكسيوهم كسوه كامله باش يستقبلوا العيد كما هو كما بقيه الاطفال. واخيرا ايضا باش ما نساوش زكاه الفطر. احنا في الحي تاعنا ولا نجمعوها بحكم اننا نعرفوا الناس الفقراء. نعم. نوزعوها قبيل صلاه العيد. ما شاء الله. وربما من هنا يكون نداء لكل المحسنين لمضاعفة هذه المبادرات لمساعدتكم لفعل كل هذه المبادرات، أليس كذلك؟ نعم. نعم. في الأخير. نعم. في الأخير نداءنا. نعم. أول نداء الأساسي اللي هو في المطعم، لأنه هذا العام زي ما لقيناش مطعم ونديروا فيه الإفطار. نعم. في بلدية القبة. أتمنى أي واحد يشوف هذا الحصة يعني يساعدنا يعني ولو بدعوة خير. صح. بهك دعوة خير ربي إن شاء الله ييسر لنا باش نلقاو ونديروا الإفطار وما دابنا في بلدية. نعم. القبة. إن شاء الله. ونذكروا برقم الجمعية. أرقام الجمعية هي 05 57 34 35 28. نعم. ولا 07 74 6 82 87 ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شباب الإحسان باللغة الفرنسية ولا المقر تاعنا وجاي في حي المنظر الجميل في بلدية القبة. شكرا لكم أستاذ صلاح الدين رحماني على كل هذه الجهود. نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناتكم، أعانكم الله. نلتقي في جهود أخرى وفي مبادرات في رمضان إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. بارك فيك ربي يجازيك. مشاهدينا نأتي إلى ختام برنامج سلام عليكم. ما تزال برامج قناة القرآن متواصلة في مساء تلقون برنامج فاستبقوا الخيرات. تابعونا كونوا أوفياء لقناة القرآن الكريم. كانت في الإخراج نادية قادة وفي مساعدة الإخراج دليلة مولاي. ونلقاكم بأحسن خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سمك موطني من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا الأمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل
كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا سجلنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا من أجلك يا يا وطني وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني وطني وطني غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني وطني صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام صباح